السلام عليكم. كاين واحد الاكذوبه اللي منتشره بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيرددها بزاف ديال المعارضين النظام الملكي في المغرب وحتى الاعداء الوحده الترابيه اللي جالسين كيسبونا بها. اكذوبه هي انا مولاي عبد العزيز باع سبته ومليليا ببيكالا، فكنسمعوا دائما اسيروا سيروا نتوما بعتوا سبته ومليليا ببيكالا ولا اخر ما تسبان، لكن هذه الكذبه ساهل يترد عليها. وانا كنتعجب ان علاش حتى شي واحد من اليوتيوبرز اولا من القنوات خرج ورد على هذه الكذبه، لان الرد ديالها سهل بزاف. وكنصح هذوك اللي كيتيقوا هذه الكذبه انهم يمشيو يديروا اختبار الذكاء ويشوفوا شي طبيب نفسي راه عندهم شي مشكله في الذكاء. فكره الدراجه الهوائيه بدات سنه 1817 مع واحد المخترع الماني سميتو كارل فيديريش فون رايز. البيكالا كان الهيكل ديالها كله من الخشب وسماها داسلاو فغاد. اذا اول مره ظهر فيها اختراع البيكالا كان سنه 1817. مولاي عبد العزيز تزاد سنه 1878. سبته ومليليا احتلت اول مره سنه 1415 من طرف البرتغال، ومن بعد تحريرها احتلت ثاني مره من طرف الاسبان سنه 1580. يعني كيفاش مولاي عبد العزيز باع البيكالا وديك الساعه مازال ما تزاد كاع ومازال ما كاينش شي اختراع سميتو البيكالا في الوقت اللي احتلت فيه سبته ومليليا؟ غير شويه العقل راه تفهم كلشي. بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش دوك اللي مضحك عليهم تصحح لهم هذا الغلط. تحياتي.